اقول لكم قايمه المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي بدا معسكره امبارح في مراكش في المغرب، وبعدين هيجي القاهره ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي. قائمه المنتخب السنغالي اللي هتواجه منتخب مصر: ادوارد مندي حارس المنتخب السنغالي الاساسي، هو حارس تشيلسي الانجليزي، اليو فاتي بيلعب حارس مرمى في نادي كاسا سبورت في السنغال، وبونجورو كامارا بيلعب في شارلوروا البلجيكي حارس مرمى. ده الثلاث حراس. طبعا الحارس الاساسي هو ادوارد مندي حارس تشيلسي الانجليزي. في خط الدفاع: بونا سار بايرن ميونخ الالماني، ساليو سيسي نانس الفرنسي، كاليدو كوليبالي نابولي الايطالي، بابي ابو سيسي اولمبياكوس اليوناني، عبدو ديالو باريس سان جيرمان الفرنسي، ابراهيم امباي بولونيا الايطالي، عبد الله السيك رويال البلجيكي، فودي بالو توري اي سي ميلان الايطالي، يوسف سابالي ريال بيتيس الاسباني. ده خط الدفاع. في نص الملعب: شيخو كواتيه كريستال بالاس الانجليزي، بابي ماتار سار ميدز الفرنسي، بابي جاي مارسيليا الفرنسي، مندي لاعب ليستر الانجليزي. في نص الملعب: ادريسا جانا جاي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مصطفى نيم باريس اف سي الفرنسي، مامادو انداي ديبورتيفو الافيش الاسباني، جوزيف لوبي لاعب سوشو الفرنسي. في خط الهجوم: ساديو ماني طبعا ليفربول الانجليزي، اسماعيل السار واتفورد الانجليزي، بامبا ديانج مارسيليا الفرنسي، كيتا بالدي كالياري الايطالي، حبيب ديالو ستراسبورغ الفرنسي، بولاي ديا لاعب فيا ريال الاسباني، فامارا ديدهو لاعب الانيا سبور التركي، ومامي بابا تيام قيصري سبور التركي. تبصوا طبعا قايمه طبعا قويه جدا للمنتخب السنغالي، بس مش عايزكم تتخضوا. احنا مصر يعني دايما كنت اتفرج على المنتخب بيلاعب عمالقه افريقيا، لكن احنا كفريق جماعي طبعا قدرات المهاريه والبدنيه والفنيه للعيبه دي عاليه جدا، بس بشكل فردي دايما احنا منتخب مصر جماعيا بنتفوق على المنتخبات دي. كنت بقعد اتكلم مع كابتن حسن شحاته وهو ماسك المنتخب في 2006 2008 2010، وخصوصا في 2008